مشروع كومبراكتيس مشروع متكامل، مشروع يهتم بما هو بيداغوجي وما هو تقني. مشروع الذي يجمع خيرة المجددين والأساتذة بالمغرب، مشروع يهدف إلى تطوير كفاءات وتنمية قدرات الأساتذة في مجال إدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل. نظمت مديرية جيني أيام 13 و14 فبراير 2017 لقاء من أجل تقييم الدورات الثلاث التكوينية حول المعالجة البيداغوجية، وكذا ورشة تكوينية لتطوير كفاءات الميسرين في مجال التأطير والمواكبة عبر منصة التعلم عن بعد، وذلك بحضور السيدة إلهام العزيز مديرة مديرية جيني التي أعطت انطلاقة هذه الأيام، حيث كان حضورها بمثابة دعم معنوي واعتراف للمجهودات المبذولة من كل المتدخلين والفاعلين الذين ساهموا في إنجاح الدورات التكوينية. هذا اللقاء هذا جاء يعني كثمرة لمجموعة من المجهودات اللي قاموا بها مجموعة الأساتذة. كانت عنده واحد الفائدة كبيرة، هو أنه نعرفوا بعدا فين وصلنا في التكوينات اللي مرات، نعرفوا الإحصائيات ومدى تطور ديال التكوين، مدى الأهمية دياله. الحضور تشكل من أطر تربوية وإدارية من مديريات إقليمية متنوعة، وفرصة لتطوير وتقاسم الخبرات والتجارب. الأستاذ محمد الرزوقي قدم عرضا تفصيليا حول مشروع كومبراكتيس، أهدافه ومراحل إنجازه وتطويره، كما أشار إلى أن مشروع كومبراكتيس انطلق يوم 1 نوفمبر 2015 من أجل إعطاء دينامية جديدة للمجموعات التربوية لتطوير استعمال تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف الخبراء والمكونين والمجددين والفاعلين في برنامج جيني، ويهدف إلى تثمين كل المبادرات المرتبطة بإدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم. وأكد على أن مشروع كومبراكتيس جاء استجابة لتزايد الحاجيات الضرورية لمهنية الفاعلين التربويين، حيث يوفر نظاما للتكوين عن بعد يتكون من بنك للموارد البشرية والرقمية، شبكة للتواصل الاجتماعي، ومنصة للتكوين عن بعد. الأستاذ عبد الكريم بن عمر قدم عرضا حول تطور نظريات جماعات التعلم. ثم حصيلة الدورات الثلاث التكوينية حول المعالجة البيداغوجية من تقديم الأساتذة محمد قصو وسليم المختار. هي محطة تقويمية لتتبع الدورة ووضع تصور يستشرف تطلعات المتكونين، حيث تم تنشيط عدة ورشات لتقييم وتتبع الدورة وتجاوز نقط الضعف وتثمين مجهودات الفريق والرقي بالتكوين المستقبل. الأستاذ مصطفى عبد ربه قدم عرضا عن الدورة التكوينية المستقبلية حول التخطيط البيداغوجي، مراحل الإنجاز وفريق العمل. وكنستغلوا هذه الفرصة باش نشكروا كاع القيمين على هذا لي فورماسيون على 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 البروجي ديال كومبراكتيس، لان كاين مجموعه ديال الجنود الخفاء اللي كيخدموا في هذا المشروع هذا، وهما ان شاء الله اللي غينجحوا هذا المشروع هذا، وباقي ان شاء الله جايين دوطر فورماسيون.
لان الهدف هو انه داك يعني داك الجسم التربوي كله يدخل في هذه لي فورماسيون ا ديستانس ويستغل ذوك الامكانيات اللي كتعطي هذه لي نوفيل تكنولوجي. ثم شهادات بعض الميسرين حول الدورات التكوينية السابقة من تقديم الأساتذة عبد الواحد إحياوي، جواد بخات ومحمد بوهلال. بعد ذلك شهادة للميسرة الأستاذة حورية معزوز التي عرضت من خلالها مسارها وتجربتها في مشروع كومبراكتيس. ثم عرض شريط فيديو يضم شهادات بعض المشاركين في الدورات التكوينية من تقديم الأستاذة نعيمة باسم. ومن خلالها كنكتشف اشياء زعما كثيره اللي غادي يمكن ليها تطور من اداء المنظومه ككل، وغادي تنعكس حتى ايجابا على التلميذ. وهذا اللقاء اللي كنديروا اليوم هو كذلك تجديد وضخ دماء جديده في المنظومه وفي التكوين ككل. الأساتذة عبد العزيز خرخاش، جمال منعم وسعيد مسوليا في الإشراف على مجموعة من الموائد المستديرة للوقوف على النقاط الإيجابية للدورات التكوينية الثلاث حول المعالجة البيداغوجية. الأساتذة ياسين عمو، نبيل بن حمو ومحمد خوخي في تنشيط ورشة حول تدبير المحتويات وإعداد الروائز وتثبيتها على منصة التكوين. تقنيات وآلية التواصل موضوع لورشة أطرها الأستاذ محمد الرزوقي. الأساتذة خالد بهجاوي، يوسف زينو وحسن شرقاوي في تنشيط لورشة حول منهجية إعداد دورة تكوينية عن بعد بيداغوجيا وتقنيا. وفي الختام الأساتذة إبراهيم الحلوي، محمد أيتكرو وعبد الحفيظ خروش في ورشة حول تصميم دليل للميسرين. كنشكركم الشكر للعمل ديالكم وفوتر انكاجمون، لان كديروا هادشي خارج اوقات العمل، وهذا هو اللي كيمكن له يدير التغيير في المنظومه ديالنا ويمكن له يجيب واحد الفائده للاساتذه. ومن الاساتذه كنوصلوا للتلاميذ، لان هو الهدف ديالنا هو نوصلوا للتلميذ والتلميذه عبر تحسين الاداء ديالنا معهم داخل الفصل.